ريس. المادة 136 بتتكلم على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابه وحضور الجلسات أو إحدى لجانه. هنا في المادة هنا بتتكلم على أعضاء الحكومة بس، وهنا مخالفة دستورية برضو، لازم رئيس الوزراء يبقى برضو من حقه وجوبي لو اللجنة، لو المجلس وافق على حضور اللجنة. لازم رئيس الحكومة، هنا مكتوب أعضاء الحكومة مش مكتوب رئيس الحكومة، وكأن احنا خايفين من رئيس الحكومة انه يحضر لجنة، ده كله بموافقة المجلس. يعني رئيس الحكومة دستوريا له وجوبيا ان يحضر امام اللجنة لو ارتأى المجلس ذلك. يا سيادة النائب، حضوره اولا الدستور اوجب حضوره اجتماعات المجلس ولكنه لم يوجب حضوره اجتماعات اللجان. لجانه يا فندم لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب او احدى لجانه، نص مادة 136 من الدستور. كمل. لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب او احدى لجانه ويكون حضورهم وجوبيا. اذا كده مقصور على اللجان والمجلس، وجوبيا بناء على طلب المجلس. الشرط الوحيد ان المجلس يوافق على طلب حضور رئيس الوزراء امام اللجنة. هذا امر مفهوم، اذا وافق المجلس فيجب ان يحضر رئيس مجلس الوزراء. هنا متشال رئيس الوزراء ليه؟ هو احنا خايفين من رئيس الوزراء؟ ما نكتب رئيس الوزراء ما دام الدستور بيقول كده. لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وعلى اعضاء الحكومه وغيرهم من شاغلي المناصب والوظائف العامه حضور جلسات. يا فندم النص اهو، النص المقترح اهو يا فندم، وعلى اعضاء الحكومه وغيرهم. تفضل سياده الرئيس، صدر المقرر. كلمه اعضاء الحكومه في مفهومها الدستوري ابتداء من رئيس الوزراء او رئيس مجلس الوزراء تبع التسميه وفق النظام البرلماني او دستوري، فبتشمل كل اعضاء الحكومه وعلى هامه هؤلاء رئيس مجلس الوزراء او رئيس الوزراء. لا اتفضل، لا كده لا، حاضر. يبقى منعا للبس سياده المقرر. يبقى لرئيس مجلس الوزراء ونواب والوزراء ومن يندب، يبقى اذا دي لا حضورهم وجوبي اذا طلب المجلس ذلك. يبقى اذا وعلى اعضاء الحكومه وغيرهم، تشال غيرهم. هذه المادة، لو تكرمت، هذه المادة أعضاء الحكومة. أعضاء الحكومة، من هم أعضاء الحكومة؟ أعضاء الحكومة بيّنتها المادة 162 من الدستور، 163 من الدستور. الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابه. يبقى إذن الصياغة في فقرة الأولى هي صياغة سليمة بتتفق مع حكم المادة 163. المهم، الموافق على اقتراح السيد العضو يتفضل برفع اليد. رفض بس. إذن رفض الاقتراح. الاقتراح الآخر، النائب شادي أبو العلا. متنازل. النائب أسامة شرشر. إذا من يوافق على هذه المادة يتفضل بالتصويت الإلكترونية. خلاص، ما هي صحيح، خلاص ما احنا عديناها. المادة 163 وضحت من هم أعضاء الحكومة، خلاص. 136 و163 بينت من هم أعضاء الحكومة، فالمادة صحيحة. أنت عضو اللجنة، أنت تسكت.
ما تسمعش كلامه، ما تسمعش كلامه الا هنا. السادة الأعضاء، أسفر أخضر رأي على هذه المادة عن موافقة 299 عضوا، لذا أعلن موافقة المجلس على هذه المادة. المادة التالية، مادة 62. وأنا أطلب من النائب إيهاب الخولي أن يجلس في مكان بعيد عن النائب خالد يوسف. تفضل سيادة. مادة 63 تكون أولوية.